انا موافق على المناظره انا موافق عليها انا موافق عليها خلي يتصل بي شكرا طيب. انا افتح لكم الهواتف اريد ان اتصل باحد شيوخهم اعطاني احد الاخوه رقم احد مشايخهم رقمه الخاص وهو من مشايخهم المعروفين لكي اتكلم معه على الهواء وانتم تسمعون لذلك اذا هو اجاب على التليفون وهو الشيخ خالد الوصابي خالد الوصابي بل انت الرجل اجب على التليفون شيل الهاتف رقمه مع الاسف رقمه بلي مشغول مرة ثانية نحاول خالد الوصابي لو أنت تطمئن بإيمان أبي بكر وعمر وعائشة يلا شيل التلفون ارفع التلفون مع الأسف إخواني الأعزاء خالد الوصابي أنا معك على التليفون ارفع التليفون هذا رقمه الخاص لا لا يا أتباع يزيد ومعاوية قولوا لشيخكم يجيب التليفون هؤلاء فقط بل يشجعون للمناظرة إذا كان المخاطب المناظر من جانب الشيعة ضعيفا إذا كان المناظر من جانب الشيعة يعيش في التقية بل هم حاضرون أي ناظروا وأنا الآن مرة أخرى هذا صار أربع مرات خمسة مرة إن شاء الله نحاول مرة أخرى بلي خالد الوصابي أنا أبحث عنك إذا ترى هذا البرنامج وإذا ينقلوا لك هذا البرنامج قولي هذا أنا كرجل أبحث عنك كما كان يبحث أمير المؤمنين عليه السلام عن خالد بن وليد والكفار في معركة أحد كذلك أبحث عنه لو أنت الرجل إما تجيب التليفون وإما أن تتصل بي أقول لك هذا دعوة مني لك ولجميع العلماء العمرية لو أنتم أنا أقول بكل صراحة بكل صراحة يا أيها الجماعة العمرية أيها المشايخ أيها العلماء في المملكة العربية السعودية في الأزهر في الأردن في سوريا في لبنان في 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 العراق في الكويت في سائر البلدان إنكم تسمعون كلامي إذا أنتم مطمئنون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة هؤلاء مسلمون عندكم فهذا يكون من أسهل الشيء أن دفاع أسهل شيء لكي تدافعوا عن إسلامهم تثبت أن شخص الفلاني كان مسلما لأنه أسهل شيء أسهل شيء إذا أنتم مطمئنون وعلى اليقين على أن هؤلاء لم يكون منافقين مرتدين على أعقابهم كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصح كتبكم فإما اتصلوا بي وإما ارسلوا إلي أرقام تليفونكم أنا أتصل بكم وإما
اظهروا معي على الفيديو، انا اضعكم على الفيديو، اقسم هذا الشاشة نصفين، نصف لكم نصف لي، ونقسم الوقت. يعني انتم تعالوا على الاسكايب او على اوفو، وهنالك برنامج كثيرة ينشر صوتكم وتصويركم في العالم، ودافعوا عن امكم، دافعوا عن ابو بكر وعمر وعائشة وعثمان وهؤلاء، طلحة زبير معاوية هؤلاء، دافعوا عنهم. يلا، فأنا حاضر وهذا دعوة مني، وإن العالم رآني الآن، أنا خابرته هذا خالد الوصابي، وهذا رقمه، وهذا رقمه، وإن شاء الله إذا هو يرى هذا البرنامج وإما ينقل له إخوانه وأهله ينقل له، فعليه أن يتصل بي، عليه أن يتصل بي. وإذا لا يتصلون بي فأنا أعلن لكم إخواني، إذا لا يتصل بي خالد الوصابي فهذا نعطيه مدة أسبوع، في هذا الأسبوع لا يتصل ولا أسمع منه حسيسا، فهذا يكون اعتراف وإقرار بكفر أبي بكر وعمر. فهذا أنا أخابره لا يجيب، هو لا يتصل بي، فهذا يكون العالم يعرف ذلك، نحن نؤول ذلك على بالإقرار بكفر أبي بكر وعمر. بل نعم، لو أنت يا خالد الوصابي يهمك إسلام أبو بكر وعمر اتصل بي.